احتضنت المدينة المحمدية الجامع العام العالي للجامعة الملكية للغوص والأنشطة التحميلية الموسم الرياضي 2022-2023. وهذا الجامع العام هو تقريبا أول سنة بعد تكوين المكتب اللي خدا المهام تاعو السنة الفارطة، وهذا كان أول جامع العام تاعو. وكذلك في الأمور كما لاحظتوها، الجامعة الملكية أخذت واحد الانهيارات قوي جدا، خاصة في الأنشطة اللي غادي تقوم فيها في 2024، لا من أنشطة رياضية ولا أنشطة احترافية. الأنشطة الحمد لله رياضية، المغرب باقي تيتصدر تقريبا البطولات تاعو على الصعيد العالمي في المسابح في الغوص الرياضي في المسابح الرياضية. وكذلك الان خدينا انعطاف ثاني ولا لزنا هو التكوين لاول مره اللي على الصعيد الافريقي غادي يكون عندنا التكوين على المستوى الجامعي، اي معترف به بالوزاره التعليم العالي، كما شفتوا في هذه الاتفاقيه اللي حنا سنينا مع جمعيه البحث، باش السنة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم ندخل هاد الشعبة هادي، باش يكون المغرب يكون في المستوى تاع التطلعات تاع سيدنا، اللي كما احنا قاعدين تنشوفوا هاد المشاريع الضخمة اللي عندنا في البلاد تاعنا، لا في البنية التحتية لا من موانئ ولا كذا، ولا في تأمين موارد العيش كيف حال في هذا الشيء تاع الصيد البحري. الجامعة الملكية وقعت كذلك مع وزارة الصيد البحري باش هي تأطير ديك الناس اللي يشتغلون في الإنتاج السمك، خاصة في الأحواض السمكية اللي تدير، لأن المغرب قائم غد باش غادي يصوب واحد 25,000 هكتار، فخصهم يد عاملة، والجامعة الملكية هي اللي تتمكلفة بهذه الأمور هذه. وكذلك في هذه المشاريع هذه اللي داخلة عليها الدولة تاعنا وداخلة المشاريع تاعنا، خصهم الناس اللي غادي يكونوا متكونين في الغوص. فلهذا احنا قمنا بهذه الشركة هذا باش ما يبقاش عندنا الغواص غير في مستوى شوية ناقص، ولكن يكون عندنا مهندسين ودكاترة والناس اللي عندهم الإجازة في هذا المجال. فإن شاء الله الرحمن الرحيم هذا السنة المقبلة غادي تكون سنة انطلاق في المغرب في المجال الغوصي بامتياز، لأن المغرب الحمد لله تيتوفر على واحد 3500 كيلومتر، والمغرب بالنهج تاع سيدنا خص يكون رائد في إفريقيا، فإحنا ماشيين في هذا النهج هذا باش يكون الغوص يكون في المجالات كاع كلها، وتكون عندنا بنية قوية تحتية في هذا المجال هذا في المجال الغوص والأنشطة التحميلية.